باهي استاد العون الامن طب مستحق لك انا باش باهي الطبيب غادر من الباب على اليمين اي نمشي نشوف الكونجي يسفر عاد نكمل هدف استاد العون ها اي تفضل انا غادي خويا جابني زميلك طاح لي السكر فهمتني اي جابني زميلك لهنا انا مراه وجوديه خلو قومتك مرتين قال لي انت طاح لك السكر في وين الباركينج سنترال وطاح لك السكر لهنا وانا طاح لي السكر مره بركة الحمد لله مانيش مريض بالسكر طاح لي السكر خاطرني ما كليتش من امبارح في الليل باش نفهمك حاجه يا بابا الغالي انا راني واحد من الناس لقيتك مفروش قدام الباب راه ولا ما وجبني زميلك روندينو اي شنو عاد يدير بزوز فاتورات هذاك حبيت نعرف اسكو عاد يدير فاتوره ولا لا نصور فاتوره واحده نصور فاتوره هو قال لي خلصتي قال لي قبليك في ساعه تو باش تخلص اي خلصوا فاتوره 68 اسمعني يا بابا الغالي انت كي تجي باش تخلص الفاتورات نتاعك راك تلقى فاتوره ولا زوز ولا ثلاثه كي اخذ زوز فاتورات تنجي معاك ونشوفوا شنو هي الحكايه كي لقيت فاتوره واحده فض مشكلتك فهمت يا خوتي سرقوها انا ومصلحتي تفضل سيد العون بالبافيت سيد العون صحيت خاف على روحي تفرج اي جيت هات معايا في الكهرباء شنو معلم انطلق صلى خير يا سيد العون فما حاجه فما شيء عطتك حاجه هاي هاي برا استنيها في الريسبسيون ليه نحب نستنيها لهنا نشم شويه هوايه لغه حرشه ومنيك خلاص يا سيدي ايه قاعد شنو انت لغه منيك زي ما قطرتني تحكي هذاك ويا سلام اوكي سيد العون ايه نسكر بيبي سيد عون كنت عامل مشكلة نسكر يا اخي فرقة تنسكر سيد عون يا سيبا خويا معك فهمتني احمد ساتور مرحبا بس احمد ما عندك برشا سي احمد فهمتني جيش طيران فهمتني معدي فيها 15 عام مشيت حاربت في سوريا وفي العراق ارهابي مع لا مع قوة النظام خويا العزيز بعثتني الدولة في بعثة دبلوماسية حربية من بعد خويا عديت 10 سنين فهمتني في الجبال في الشعابي في بعض الخشوش هذيك بارك الله عليك وتوا معني يعني نخدم معني عقاب عمري في الاخر بالكل معني ننظف شويه في البلاد ما كل جينيراسيون اللي فيست انا من اللي خسرت لك الحق نتاع ربي معني ارتحت لك انا معني حسيتك انسان معني بطاله كي ما عندكش فلوس خويا وامورك ما تعجبش اي والله ويعمل في برشا مشاكل وظاهر معناها مش عارف عليك انت في ماكش مرتاح في مخك ولا ايش ما الحمد لله مشاكل مرتاح لا الحمد لله لا علاش تسب في عون امن وعلاش تسب في دكتور معناها هذوما عباد باش تحمي الدوله معناها نورمالمون انت سبورتيهم في السب ما سبيتش الدكتور انا راني مالاش انا قلت دكتورك غلط فيا معناها قال لي قومتك مرتين قال لي طاح لك سكر بي سبيتني انا ولا تحب الحق هاي سبيتك انا راه في الكاركتير نتاعي معناها كيسبني عبد معناها وانا في العمر هذايا وهو يبدا صغير مني راني نعدي له فهمت نلفق له قضايا اخرين برا السبع راه باش يبدا في بالك معناها ملي صغير انا نعمل لك خويا ما نحبش خويا العباد اللي تعمل فيا كي ونحب الاقدر اما انت خويا مانيش عارف زين باهي انت يرحم والديك هاك اخويا تستحقني تحبش نعطيك نمرويا في التليفون حاجه كيماك اخويا مديما كاكا طايش باش تعمل برشا مشاكل كان هكا معني عرضتك مشكله ولا حاجه دز لي خويا تليفون نحاول نفضيه لك معني كان نجمت نفضيه لك كانت تعطيني نمرويك تنقيدو في ورقه لا كان انت نعطيك نمرويا وعمل لي ابير ولا بعث لي مسج تليفون حاليا سيد العون عندك فهمتني اللي تقيد هاي ها تنقيد لحظه بركة ما واحد من الدروج تحتنا ورانا راه وين هاكا وين منين طلعنا نحنا هاكا طالع برشا ضوء ضوء مش قاعد تشوفها سلام اهلا بصاحبي السلام عليكم سلام حوسي شنو احوالك صاحبي؟ الحمد لله
الحمد لله. بس عليك مرهو. ها اش عامل؟ هاني جبت فهمتني صاحبي تعرفت عليه تو بنعملوا كافيات. ها يعني جايكم اسمعني هاني في البر لو ثانية خلينا نلبس ونجي. يا اوكي هاي جناب طولوت هاي جناب طولوت هاي باهي. فما شكور ولا وحدك لهنا؟ وحدي تو في سيرفيس وحدي. اه فهمتك. لكن الاخر هذاك اللي فهمتني مش موجود. انا هو اللي فهمتني انا. يا ذاك اللي شعره اصفر كان راسه درك كبير. والله شكونه ها؟ فما واحد جاي. عارف نسيت اسمه. ما هو اسمه فهمتني بالانجليز وانا ثقافتي عربية فصحى. اه برا برا برا. لا لا فماش تو وحدي في سيرفيس. اوكي. صديقك سربية. هاي ايش تشرب؟ اسمعني فما جبت دبوسة جديدة اليوم جيت. هيجر مايستر اسمها. تسمع بها الخضرة؟ لا لا لا. عطيك الذوقة؟ هيت هيت. هاي عطيك الذوق وقول لي بعد كنا عطيك دبوسة ولا. فما سهرية الليلة؟ فما سهرية الليلة فما. تيخو شوي كاميرا تعدي بها؟ لا لا مليك يا حمودي جمتني بما في كيفاي. صح حما ما مريتكش قبل انت جديدة؟ هي عندي ايامات نتكي وصلت معنا. هاي مرحبا بيك. وبيك عسا. وتخدم؟ لا مازلت هاني مع الحصة قريت نشوف لك خدمة. حتى شوف الروح. اها سنطلع لا ما طلع. لا لا ما قلناش هكا. ما هو ما قلت لك معناتها اللي هو معناتها يلوش في خدمه زاد فهمتني. اه طلع عنده كرهبة معلم. عنده مسروق هذيك سرقة. صح هو مقبل ندور معاه فيها. اما ليه جاوا بيه هاك شوف حسين حلو وجاوا بيه سالك امور. لا وباهي من ناحيه باهي باهي اخوي هزني وراني برشا حاجات فهمتني. كيفاش تطول شويه في المدينه؟ ايه اكزاكتومون. وذاك هذاك الدينار انا معناها الناس كل تار صحي عندك حاجه تحب توصل لشكون تحكي مع شكون مشيت طول الحوسي. وقعت لو شي خدمه تو ولا كيفاه؟ ها تشوفوا حص ما هو بالصب. اه هو جيت انت وين هنا يكلم سيد احمد ولا؟ لا لا قال لي نتعدوا نعمل كعبات باش نشوف لك خدمة. قال لي ما قاليش اسكت باش نخدم في البار ولا معناها. اه واضح واضح. باش نشوفوا هو الساعة شنو باش يعمل بالضبط. السلام عليكم. وعليكم السلام. منين واش نحاور؟ نهار من المعنى. صافا الحمد لله لاباس. تكون نعطيك اي حما. حما نعرفك بنين. تشرف اخويا. وبيك عايشك. الشرف لي انا بابا غالي. بيك عايش جيت عند كعبيات صاحبي بعدنا كيف؟ جيت عند بعدنا في كعبيات والله جيت جو جمني يرحم والدي دخلت لداخل تنهمش بالألوان قالوا لك اللي انت بديت ها؟ نذوقوا في سلعة جديدة اللي جابها. مرحبا يا صاحب وش فيها صاحب؟ ما وصلونا ليجر ماستر اليوم. شنو هي ليجر ماستر؟ هذه يا اخويا كل الايرلندية الخضراء دبوس الخضر عرفتها اللي فيها لل هذاك العلوش هذاك الفايكنج حاصل الدور عرفت هذيك هاي في راسك تولي تخرج تحكم من حياتك صحيح الدور تولي لا عاد كما قالت الدب فيكينج اللي هو فيكينج سحب شويه هي نستوخ هاي شكلها يا احمد مريقا مشات معاك يا سيد احمد مرحبا بك هاي في لابيان هاي في لابيان سلام سلام معرفة طيبة سلام معرفة طيبة يا ربطة حمى نتعرف ان شاء الله معرفة طيبة معلم عجبتك الحكاية فيها بنيات اكيد اكيد معلم فيها بنيات هاي سلام صح على خير لا مش على خير انا راجعين يا معلم طرد فينا طرد فينا حبايب كده على خير ايه ما في بالو سلي احنا مش نرجعوا فهمتني مش نرجعوا في اي بي تسكر بالله تفضلوا موطي حسن عليك السلام دوب بدت اللبسة هكا هاو في المصمور نكمل الجوين ونرجع لك سيدنا
كمل الجوي. ايه سايبوا 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 وايا ما عندكم شيء لهنا مواطنين تنجم تمشوا لارواحكم ما يسالش. اه دور في جونتا الحبايب اغزر كيفيه معلم صاحبي معلم. السلام عليكم ازل يا خديه خديه شعره احمر ولا لسه؟ هذا بكري شوي قال لي محامي داري كيف برشا وصبر عليه فهمت؟ من المسرح ومن هنا صاحبي. وطير كلباش صاحبين سلام يا روندينو. شاي شاي ذكرك باش بتذكرني حاولك بالله ماك الكرتوش الغالطة اللي شوية جت فيا ماك الكرتوش الغالطة انت عبارح اللي شوية جت فيا. بابا انت اللي في بالك انا ضربت الكرتوشة وجيت طبيب وتفضلت قال لك تيزا احسبها احسبها ميسيال ما حابينش نطلعها على بارح ونطلع ونحشي هيلكم سليت روح بلع فمك. اهلا 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 شوك باش اهلا 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 بخير. شكون يا اهلا 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 ابابا بالله باش تقول سيب زيرو تب زيرو كيفاش بابا الغالي ادي يا اخويا سحمد في طالب ما عرف ايش هذا فهمت انتم الرجال الصغيرة تلعبوا في رجال صغيرة ولا شنو رجال وصغيرة رجال رجال اسمعني يا محمود رجال وصغيرة اقعد رايد يا محمود طول نعيط لخويا راهو متغش مريكا مريكا ربي ربي يعينكم سيد العام يا حسن سريع تاعك تاعك الكهرباء اي كسر ربي برحمه بوك برحمه بوك برحمه يا ايش قدام له دي كل ترجع على الله ترجع على الله يعني قدام له دي كل ماشي تخرج بسكليات نعم ما تعدش ماشي تخرج بسكليات ضدك مليك يا خويا سامحنا نستاهل تحب نخرج لك بسكليات ولا بكشاف اسمع زبي تاكسيست اهلا 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 وسهلا ونص وي ما قلت ليش تو عندك احبابك اصحابك انا يعني احسن خدمه تنصحني بها احسن خدمه احسن خدمه احسن خدمه تيجي نايت حتى تيجي ليش طبعا دخل كهرباء الكراج كيف كيف انا كونتر دخان ما برا كيف صح ما تكيفش نطيح لا لا انا ما تكيفش اوكي باهي هو باهي وين كنا وين كنا قلت ايش تحب تخدم انت شنية تحب تخدم بنضيف ولا كيفياش جربت نضيف امشيش معايا تحب على الشارع الاخرى صحيح اهي انتظار فيك ولادها وجوك احلى جو اه مش نحكي لك ورد بالك تخرج الحكاية من هنا صلي على النبي والله هو بدي يكون مهني صح انا ما اسمي حسين ولا حاجة اسمك الحظ؟ لا اسمي الحظ ها؟ ثاني حاجة نخدم في حاجة نلعب كل ماشي في الجبال هذه هي نظيفة هي لما نمشي هاي فيها كيما فيها الحاجات اللي معترف من عند الدولة فما حاجات اللي في الوقت هي الخدامة هذيك كان انا والباترون تاع الشركة في بالنا بها الحاجات الممنوعة ايوا ايوا بروبلمون وحدي انا وحدي نخدم فيها الحاجات الممنوعة انت والباترون معنا ايه البطرون في الضيف البطرون ما تتدخلش فيها خليها عليا اه فهمتك
هاي هاك بلغه حسين العبد الكل تعرف الحس 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 حتى كانت جبت في بحث برا لو شكون حسين صحيت انا تو جيت نقول لك ما تعطينيش اسمك باش يحلفونا وكريقه ذاك كل ديما عندي كان الحس خلي لي الحس يرحم والديك مزيان تجاست انس يا الحس يا الحس شوك احنا جو مريكل مريك دونك ال تم بعد الفهم شنو هي اليوم فيه وشنو هي اللي خرجوه وكان تحب ما تدخل في زدام ما على شهري كما بطال كما في يعني كريس بطال 450 الاخرى 460 كيف فيرم معناتها تحب داخلك تاخذ تاخذ الجور داخلك فما حتى مشكل كان تبعد كل مدي سي في لك وتعقعك وتدبر منه من وين غادي الخيوط انت حر راك معايا وطن مع بعضنا فهمتني تاي زيدي شي ثير فردية فرخ كبول فهمتني بي تير تيران شرارة مقطر معنا نتعاونوا نتعاونوا مع بعضنا ونمشيوا الأمور باهي الحكاية اللي نبيعوها هما من عندك الوينوات والكورتا والماشين اللي تفركس بيها واللوكبيك وما تابعوا كل حكايات نتاع الممنوعات والرزين زادا الرزين جمعت المافيا فهمت احنا خاطينا الرزين معنا خاطينا تحب نمشي ونعمل طلب ليش حال برا با هاي نعملوا لي نطلب ما فما خدامة غادي ولا وين نمشي نسألوا على سوية من احنا غادي و نطرف حونه فكر الكهرباء فهمتك معناها توا احنا انتم تشلنا ستوك يعطيك الصحة تشري ستوك ما تحاسبني بيه هذا بالنسبة لل كان انت فهمتني معايا ما دخلكش انت لهنا ما تجيش جنبنا فهمتك وان شاء الله هما لهني حاجتك بموضوع تو يجيك من غادي لغاد نكلم الباترون هو اللي يجيب فهمتك حاجة خفيفة باش تحامي بيها على روحك معنا يعطيك الصحة فهمتك انت ما عندكش اصحاب تا ولا هناك حبيب تخني جملة عندي بوليسية شميتية متشمتين فيا اخوي ذاك شنو كسبت في البلد هذاك عندي بوليس برك اخوي قال لي تسحق حاجة اجاني اسمه احمد سطور داير الوحيد اللي كان به معايا بقية الاخرين قحب على روندينون شعر احمر امبارح يا معلم شوية اللي ضربني بكرتوش في قلب غلط يفد الفرد نتاع الضوء هذاك حبي يفد الضوء يا اخي يفد لي فرد وراه وعطاني سرفاز جنب وذني يا ولدي تزنزن صمت وقفت انا كنت هارب وقفت يا رسول الله تويج اخويا وقفني عملهم الكل سيد صحيت عندك واحد بركة نعرفه من جروبسيس هو البارح حكيت معاه معناه ما فهمتش اسمه بالانديه وكان اسمر كي وعنده لحيه عنده اسمر وشعره زيرو ام حاجه هاي
كاين انا وياك واحد خاتي الباترون شكون هذا يا سي؟ شنو هي ذي؟ مقدم شوية راه على اليسار سير تحب تخدم العص وي ليح ما كرتوش غادي حاكم هاو كرا نشوف فيه راه حرصة وكي ليح ما غادي سمعتها ترتطط اي اي سمعت وكي ليح ما كرتوش غادي وقفوناش نحن شوكم متعدين حال كونت في الباك بتاع النور حال نجيب هكا موتور طايح على اليسار ناديتو اسمعني كان قبلك يقف يقف سايب علينا منها برا هكا واحد طايح معاه سمعتها ضربة السلاح اي اي سمعتها انا في بيري بازوكا يا معلم شاعر